السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم تفسير سورة الشرح للأطفال. هنا مزيد من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هل تتذكر من الصور السابقة عطايا الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة عن أبي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئاً على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً وقال لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط. فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا لا أشعر بلمسهم. فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا حصر أي بلا جذب ولا عجز. فقال أحدهما لصاحبه أفلق صدره فهوى أحدهما لصدري ففلقها بلا دم ولا وجع. فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها. فقال له ادخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال أغدو واسلم. فرجعت بها أغدو به رقة على الصغير رفقة على الصغير ورحمة للكبير. اذكر لنا أغرب شيء أدهشك في القصة. والآن يا أصدقائي تعلم تفسير الآيات. ألم نشرح لك صدرك؟ لقد شرحنا لك صدرك بما أودعناه فيه من الهدى والإيمان. ألم نشرح أي ألم نفسح بالحكمة والنور والإيمان. وضعنا عنك وزرك أي وحططنا عنك ما أثقل ظهرك من متاعب من قبل النبوة وأيام الجاهلية. الذي أنقض ظهرك، وكان هذا العبء أي وأيام الجاهلية قد أتعب ظهرك وأثقله. أنقض ظهرك أي أثقله حتى سمع له نقيض أي صوت. ورفعنا لك ذكرك وجعلناك عالي الشأن رفيع المنزلة عظيم القدر. وأي منزلة أرفع من النبوة التي منحكها الله تعالى؟ وأي رفعة أكبر من أن تذكر بعد ذكري في كل شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن مع العسر يسرا أي إن مع الضيق فرجا ومع الشدة مخرجا إذا تضرع الإنسان بالصبر وتوكل على الله. إن مع العسر يسرا. ثم أكد الله تعالى على أن مع العسر يسرا إذا قابله الإنسان بالصبر وأخذ بالأسباب لتفريجه. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من أمور الدنيا ومشاغلها فقم إلى العبادة نشيطا خالي البال وأخلص لربك النية والرغبة وأتعب نفسك في عبادته تعالى. فانصب أي فاجتهد في العبادة وأتعب نفسك فيها. وإلى ربك فارغب ولا ترغب في ثواب أعمالك إلا إلى الله وحده فإنه المستحق بالتوجه إليه بالدعاء والضراعة. فارغب أي فارغب في ثواب الله. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.
رواه مسلم. وتعلم من سورة الشرح يا أصدقاء الآتي: من منة الله علينا أن وفقنا للإسلام، ووسع صدرنا للإيمان وحب الصلاة والقرآن. 2. قال قتادة: رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 3. نتعلم أن البلاء اختبار من الله ليختبر الرضا والصبر عند العبد. 4. عدم التكاسل في العبادة في وقت الفراغ. 5. الرغبة في رضا الله سبحانه وتعالى، فدائما أسأل نفسي هل ما أفعله يرضي الله أم لا. والآن حان وقت مسابقة سورة الشرح. معنى ألم نشرح لك صدرك؟ حارس شق الصدر، وسع الصدر، كل هذا. السؤال الثاني: كيف رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: ماذا تفعل عند حدوث مشكلة؟ لا أبالي، أصبر حتى يفرجها الله، أغضب. 4. ما معنى فإذا فرقت فانصب؟ السؤال الخامس: ما هو أول وأهم أهدافك؟ رضا الله، النجاح والتفوق، اللعب